بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الوزير على المعطيات والارقام اللي عطيتوها لنا اليوم. الاقتصاد الوطني سيد الوزير تعرف واحد الوضعيه مطمئنه ومشجعه. هذه الوضعيه انعكست بشكل ايجابي على تخفيض العجز التجاري. طبيعه هذا العجز ديال الميزان التجاري اللي مرده الاسباب معينه، هو اولا الظرفيه الدوليه التي اثرت بشكل ايجابي على تخفيض من الكلفه ديال الواردات، ايضا التنافسيه ديال المغرب امام الاسواق الخارجيه واللي ذكرته انفا. عندنا الكلفه الطاقيه بطبيعه الحال انخفاض ديالها اللي كان عنده واحد المردوديه قويه على المبادله التجاريه، وايضا عندنا انفتاح المغرب على الاسواق الخارجيه وخصوصا اسيا وافريقيا. والفعل الاقتصادي اليوم ينتظر الزياره الملكيه غدا من اجل استشراف رواج وتمكين للمقاوله الوطنيه في افق تحسين هذا العجز التجاري. عندنا ايضا السيد الوزير هو الاستقرار السياسي اللي كتنعم به بلادنا واللي من شانه عزز واحد الطفق ديال الاستثمارات الاجنبيه اللي بدات كتعرفها بلادنا، واكيد ان هذا الشيء سيكون له نتائج ايجابيه على ميزان التجاري في 2016 واللي بدات البوادر ديالو رغم السنه الفلاحيه اللي هي الان كتعرف واحد. Thank you.